تسلم ايديك يا ياسمين. كده امان؟ صدقتني معاكم؟ طبعا يا روح. ماشي، لو احتجتوا حاجه تاني بقى رقمي معاكم. ياسمين. نعم. ماما عامله ايه؟ ماما مين؟ سهام تعبانه جامد من ساعه ما خدوها، يعني راقده في السرير من ساعتها. طب ياسمين خلاص انت امشي، لو احتجت حاجه تانية هبقى اكلمك. ماشي روحي. ماما، مامة ايه دي اللي انت بتسأل عنها؟ ما هو ترددك ده اللي هيوقعك. تردد ايه؟ ما تنسيش ان دي خالتي. ايوه حبيبي، بس ده مستقبلك برضو ولا ايه؟ عارف. انا ما كنتش عارف ان الامور هتتطور وانهم واصلين لدرجة انهم يعملوا فيها كده. وعشان كده بقى انا قلت ان احنا لازم نتقابل. بص يا برديس، نور عملت كل اللي هي عملته ده لنفس السبب اللي خلاكي انت تدوري عليها وتقابليها، عشان انتوا الاثنين بتحبوا البلد دي. ما ينفعش بقى بعد ده كله ما توقفيش جنبها وتساعديها وانت عارفه ومتاكده انها بريئه. بس انا قلت لكم من الاول ان انا مش هينفع اروح. انت مش فاهم اخويا ده ممكن يعمل فيا ايه، ده مجنون. اخوكي ما يقدرش يعمل لك اي حاجه. مش خلاص قبض فلوسه؟ يبقى البيت ده ما يهموش. ازاي يعني؟ هما لسه هيحققوا معاك. ايوه هيحققوا معاك كشاهد مش كمتهم. بص يا برديس، يا كده كده نور ان شاء الله هتخرج، بس انت برضو ما يهونش عليكي ولا يرضيكي ان انسانه زيها تترمي الرميه دي في السجن ومامتها عيانه. لا ما يرضينيش. طب سيبني افكر وارد عليك. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.